بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مقتضيات الإحسان مع النبي صلى الله عليه وسلم الذب عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما كان من هذا الموقف العظيم الذي ترويه لنا كتب السنة وكتب السير أيضا، مما كان من موقف أنس بن النضر رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وذكر أنه غاب عن أول قتال قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فتقدم فما استطعت والله يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون. قال: فكنا نرى أو نظن أن فيه وفي أشباهه نزل قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكذلك دافع الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علماء الحديث وضعوا لذلك شروطا حتى يقبل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالذب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعن سنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته من مقتضيات الإحسان مع النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك كن محسنا.